يوقفوا مع الدولة السورية، لازم يوقفوا مع الحق، لأنه الدولة السورية على حق، طبعا ورئيس بشار الأسد على حق. نحن هيك بدنا اياهم، يوقفوا مع الحق مو مع الباطل. نحن ما يوقفوا مع الباطل كل الدول الغرب، نحن سوريا مع الباطل الإرهابيين عن كل دول العالم. ليش كلهم واقفين ما يتفرجوا علينا؟ ليش المفروض يساعدونا ويدعمونا؟ هي رسالتنا للعالم، يوقفوا مع الحق، نحن بدنا الحق يمشي مو الباطل، لأنه واقفين كلهم مع الباطل، كل دول الغرب، كل دول الغرب ماشيين مع الباطل. نحن سوريا حق، نحن هي رسالتنا للعالم، لأنه نحن دولة المحبة، نحن سوريا هي أم المحبة وأم السلام، لمت كل دول العالم اللي تهجروا من بلدانهم وحضنتهم، وهلأ عند ما وقعت سوريا كلهم تخلوا عنا. معقول يصير هيك؟ نحن ما نريد يصير هيك، لأنه سوريا هي اللي عملت المحبة وعملت السلام بالعالم كله، ما يتخلوا عنا هالدخل هذا، كلهم تخلوا عنا. لذلك قلنا الله، نحن وقل قلنا الله وسوريا إن شاء الله ما بتركها، إن شاء الله سوريا ما بتنضاف، إن شاء الله سوريا ما بتنتصر. هي بشهادة إن شاء الله سوريا بتنتصر على كل الظلم، على كل الإرهاب. الله يسلمك، على سلامتكم، الله يسلمك. أنا خيتوا للشهيد ناصر بالعجل، الله يخليكم، بيهدي هالوضع بسوريا ان شاء الله. امين امين. انا اخذ شهيد، انا الله يحميكم ويخليكم ويوصل الحق لاصحابه، ان شاء الله سوريا بترجع اقوى ما كانت. ان شاء الله بخلي لنا الرئيس بشار الاسد، هو رايتنا العظمى. شكرا.